يأتي البعض يمنعك من أن تقرأ، من أن تسافر، من أن تذهب، من أن تغدو، من أن تروح، من أن تصاحب، ولا يمكن أن تعلو بنفسك إن اعتزلت. لكن كل من صحبت، كل من قرأت، كل ما شاهدت، كل ما سمعت، انتقي منه أطايبه واستفد منه، وما كان قبيحا منبوذا فرمه والقيه وراء ظهرك. الله عز وجل يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أحسن الأقوال، ما أعظمها أثرا وأجلها قدرا؟ كلام الله. فالقرآن لا يطرح منه شيء البتة، هذا كلام الله. ومن تعظيمه شرعا أنه لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن ونحن راكعون أو نحن ساجدون، لأنك وأنت راكع أو أنت ساجد هذا موضع ذلة، موضع خضوع، لا يقرأ فيه القرآن. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، عند البيهقي من حديث علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقرآن لا يتلى ولا يقرأ وأنت راكع أو أنت ساجد. فأعظم الأقوال بلا ريب ولا شك كلام الله، وقراءته تختلف. فإن قمت به في الليل كنت من القانتين، وإن قرأت آية الكرسي كنت ممن يحفظهم الله عز وجل وبشرت بالجنة إن مت على ذلك، وإن قرأت المعوذتين حفظك الله عز وجل بها، وإن حفظت فواتح سورة الكهف عصمك الله عز وجل من الدجال، وإن قمت من الليل تأسى بنبيك فاقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، وإن أقبل المساء عليك فاقرأ خواتيم سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. فالقرآن يقرأ بطرائق عدة بحسب هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.